اتخاذ القرار. توقفنا عند عملية اتخاذ القرار اللي هي قلنا يا جماعة تعرف عملية اتخاذ القرار لأنها مجموعة من الخطوات التي يقوم بها متخذ القرار في الوصول إلى قراره. وأيضا تحدثنا عن الخطوات الأساسية للوصول إلى القرار. وتحدثنا أيضا عن الفرق بين البيانات والمعلومات. والأسباب التي تؤدي إلى اتخاذ القرارات الخاطئة، وتحدثنا عن البيئات، بيئة اتخاذ القرار اللي هي 3 بيئات: البيئة في حالة التأكد التام، والبيئة في حالة المخاطرة، والبيئة في حالة عدم التأكد. ودي اللي احنا توقفنا عنها أو توقفنا فيها في المحاضرة السابقة. قلنا يا جماعة بيئة اتخاذ القرار 3، تقسم إلى 3 بيئات. البيئة في حالة التأكد التام، وهنا بتكون في هذه الحالة بتكون المعطيات بتاعتي والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار متوفرة ومعروفة بنسبة 100%. يعني أنا إذا كان عندي مشكلة معينة وعاوز أتخذ مثلا يعني قرار، عاوز أتخذ مثلا قرار لتنفيذ غرض معين، فلذلك لا بد ايضا ان تكون المعلومات والبيانات اللازمه لاتخاذ هذا القرار معروفه ومتوفره بنسبه 100%. طيب النوع الثاني، البيئه في حاله المخاطره. وقلنا هنا يا جماعه ايضا بتكون المعطيات والبيانات اللازمه لاتخاذ القرار متوفره ولكنها تخضع للتغيير. يعني أنا عندي خيارات موجودة عندي، وهذه الخيارات لا بد أن تخضع لتغيير، يعني نقيم كل خيار لحاله ونختار البديل الأفضل. طيب النوع الثالث يا جماعة، البيئة في حالة عدم التأكد. في هذه المرحلة المعلومات الاحتمالية عن حدوث حالات الطبيعة غير متوفرة، يعني انا ما اعرف مستقبل هذه العمليه، يعني يسود الغموض التام وعن توقف حدوث حالات طبيعه في المستقبل. وهنا نلجا الى تقييم البدائل بعده طرق، اللي هي 5 طرق اللي انا ذكرتها في اللقاء السابق، اللي هي طريقه لابلاس، وطريقه ماكسيموم اللي هي ماكسيميت بيقول عليها ماكسي ماكس، وطريقة ماكسيمين. طريقة ماكس اللي يقول على المتفائل، وطريقة ماكسيمين اللي هي المتشائم. أسوأ ديك المتفائل ودي المتشائم يقول عليها أسوأ الأسوأ. وطريقة هورويز الواقعية أو المعاملات يطلق عليها أيضا المعاملات 5. وطريقة أكبر ندم لكل بديل. يعني هذه البيئة أنا بقيمها بال5 طرق هذه. طيب وتوقفنا عند المثال اللي أنا قلت لكم ناخذ إن شاء الله في اللقاء الغالي. طيب هنا يا جماعة في حالة قلنا البيئة في حالة التأكد التام، البيئة في حالة التأكد التام بيكون عندي المعلومات متوفرة لاتخاذ القرار ومعروفه بنسبه 100%. يعني انا عارف بنسبه 100% باني اذا انتجت مثلا موبايلات او انتجت مثلا البان او انتجت كذا حاربح كذا، يعني معروفه. فلذلك ما بلجا الى تغييم هذه العمليه بل بتخذ القرار مباشره. لكن اذا كان البيئه في حاله مخاطره، يعني انا عندي يعني غرار لكن انا عارف حتكون في مخاطره، فلذلك لابد ان يضع هذه البدائل الى تغيير. فنشوف هذا المثال مع بعض. طيب يرغب مدير مصنع في تغيير 3 بدائل للتوسع في نشاطاته الانتاجيه. يعني المدير ده عاوز يتوسع، عاوز يزيد انتاجه، عنده مصنع عاوز يزيد انتاجه، فلذلك عنده 3 بدائل. عنده ايه؟ 3 بدائل، وهذه البدائل هي بناء مصنع صغير. دقيقة خلوا بالكم معاي، أشيل القلم عشان أكتب لكم. طيب
المدير عنده ثلاثة خيارات، يا إما بناء مصنع صغير أو متوسط، يعني مصنع متوسط أو كبير، يعني عنده ثلاثة بدائل. وأنا قلت لكم يا جماعة البيئة في حالة المخاطرة بيكون عنده بدائل، فلذلك هذه البدائل بتخضع لتغيير. شوف اليوم أفضل، تختار تختار بتتخذ قرارك للأفضل. يعني عندي ثلاثة خيارات أمامي أو ثلاثة بدائل، فأنا بشوف البديل اللي بيحقق لي الأرباح، هذه المسألة بقول عليها تعظيم أرباح، بشوف البديل اللي بيحقق لي أرباح. يعني أنا عاوز أنشئ مصنع صغير إضافة للمصنع اللي عندي، أو مصنع متوسط أو مصنع كبير، ويواجه هذا القرار توقع ارتفاع الطلب أو ثباتي أو انخفاضي. فهنا المعلومات عندي والبيانات متوفرة، لكن احتمال يكون في ارتفاع للطلب هذه السلعة اللي أنا منتجها، أو انخفاضة أو إيش أو ثباتة. طيب علما بأن احتمال ارتفاع الطلب هو 40%، يعني ارتفاع الطلب 40% وثباتي 35% وانخفاضي 25%، فلذلك هذه الثلاثة بدائل، الثلاثة يعني توقعات لابد أن تكون 100%. طيب هنا وقدر المدير نتائج البدائل المغروسة مع حرارة الطبيعة كما في الجدول التالي. المطلوب ما هو القرار الأمثل مستخدما حساب القيمة النقدية المتوقعة. يعني هنا أنا عاوز أحسب إيه القيمة النقدية المتوقعة لهذا المصنع. طيب بيديني الجدول هذا يا جماعة معطى، هذا الجدول بيجي معطى اللي هي حالة الطبيعة، حالة الطبيعة الأولى وحالة الطبيعة الثانية وحالة الطبيعة الثالثة. الطبيعة الأولى بيقول عليها طاء واحد، والطبيعة الثانية بيقول يطلب عليها طاء اثنين، والطبيعة الثالثة طاء ثلاثة. هذا الجدول بيعطيني معطى، أي بيجي جاهز. هذه هي البدائل بتاعتي الثلاثة، مصنع صغير، أنا يا إما أصنع أعمل مصنع كبير صغير أو مصنع متوسط أو مصنع كبير، فلذلك عندي ثلاثة بدائل. هذه هي البدائل، يعني لاحظنا دي حالة الطبيعة اللي هي طاء واحد وطاء اثنين وطاء ثلاثة، هذه هي البدائل اللي تحت، مصنع صغير ومصنع وسط ومصنع كبير. هنا يا جماعة المصنع الصغير لو بتلاحظ أمامه أو في الصف بتاعه في 100، وهنا في 100 90، وهنا في كم يا جماعة 70، يقول عليها نتائج، يطلب عليها نتائج. المصنع الوسط عنده 200 و 190، والمصنع الكبير عندي أيضا يا جماعة نتائج يطلب عليها 380 و 100. طيب حالة الطبيعة الأولى اللي هي 40% ده ارتفاع الطلب، وحالة الطبيعة الثانية اللي هي 35%، وحالة الطبيعة الثالثة اللي هي 25% هذا انخفاض الطلب، يعني ارتفاعه وثباته وانخفاضه. ثلاثة ايه؟ ثلاثة حالات طبيعة، الاحتمالات لحالات طبيعة 40 35 25. هنا يا جماعة قال المطلوب ما هو القرار الأمثل، أنا عاوز أتخذ قرار أمثل، يا إما أختار مصنع صغير أو مصنع وسط أو مصنع كبير عشان أتخذ القرار، يا إما أصنع أبني مصنع صغير أو أبني مصنع وسط أو أبني مصنع كبير عشان يحمل لي الأهداف أو الأرباح بتاعتي، لأن المدير هنا عاوز يعمل إيه؟ عاوز يتوسع في إنتاجه. طيب هنا يا جماعة ما عليك إلا أن تحسب أو تمسك حاجة سهلة جدا جدا يا جماعة، حاجة سهلة جدا جدا ما محتاجة أي تفكير. تشوف المصنع الصغير اللي هو النتائج اللي في الصف بتاعته 100 و190 و70، صح؟ 100 و190 و70 بيبقوا يطلبوا عليها نتائج وبتعطي بتجيني معطى. أنا ما علي إلا أن أضرب النتائج في احتمالات احتمالات حالة الطبيعة. فأنا بجي بمسك المصنع الصغير بقول 100 ضرب 40%،
100 ضرب 40% بضربه في 40%، زائد 190 ضرب 35% زائد 70 ضرب 25%، يعني خطوة صعبة جدا جدا. أمسك المصنع الصغير بضرب النتائج بتاعته كله نتيجة في احتمال حرارة الطبيعة، وبزيد لها النتيجة الثانية وبضربها في حالة الطبيعة، وبزيد لها أيضا النتيجة الثانية والثالثة وبضربها في حالة احتمال حرارة الطبيعة. مصنع صغير ثاني 100 ضرب 40% زائد 190 ضرب 35% زائد 70 ضرب 25%. كم الناتج بتاعي؟ اللي هو هذا هو الناتج، اللي هو 100 ضرب 40% زائد 190 ضرب 35% زائد 70 ضرب 25%، اللي هو 124 ريال او دولار، هو ربح ريال او دولار. طيب نجي للمصنع الوسط، طوالي نفس الخطوات اللي انا عملتها في المصنع الصغير بعملها، النتائج بتاعتي اللي هي 200 في الصف بتاعه 200 و190، ما عليك الا ان تضرب ايه في الاحتمالات على الطبيعه اللي هي 40 و35 و25. طوالي بتقول ايه يا جماعه؟ 200 ضرب 40% زائدا 100 ضرب 35% زائدا 90 ضرب 25%، فبتخص ال 200 ضرب 40% في غوص وبتزيد تكسر الغوص زائدا 100 ضرب 35% تكسر الغوص زائدا 90 ضرب 25%، الناتج بيجي لك كم يا شباب؟ اللي هو 137.5 137.5 او 137.5. طيب نذهب الى المصنع الكبير اللي هو نتائج 300 زائد 80 زائد 100، ما عليك الا ان تضرب 300 ضرب 40% زائد 80 ضرب 35% زائد 100 ضرب 25%، نفس ما استخدمت في البدائل الاخرى اللي هي المصنع الصغير والمصنع الوسط. الناتج يعني يا جماعه في المصنع الكبير هو 173 دولار او ريال او ريال، ولذلك نحن هنا ما قصينا التمييز يا ريال او دولار حسب ما معطينا في المعطى. هنا انا عاوز ازيد ارباحي، فلذلك بختار المصنع او البديل اللي بيحقق لي اكبر ربح، البديل اللي بيحقق لي اكبر نتائج او اكبر ربح، اللي هو كم يا جماعه؟ اللي هو المصنع الكبير. المصنع الكبير فهو بيحقق لي اكبر ربح اللي هو 173، ولذلك انا بقول البديل الامثل هو اللي يقابل لي اكبر ناتج او اكبر رقم اللي هو المصنع الكبير. الغرائب الامثل هو اختبار المصنع الكبير او اختيار المصنع الكبير لانه يحقق اعلى قيمه وهي 173 كما عندنا دولار او ريال حسب ما عندنا في المعطى، لان المصفوفه ارباح، لان المصفوفه ايه؟ ارباح ما تكاليف. اذا كان المصفوفه يا جماعه تخفيض تكاليف، فلذلك انا بقوم بختار ايه؟ بختار يعني تخفيض تكاليف، انا عاوز اخفض التكاليف. اذا كان تخفيض التكاليف بختار المصنع الصغير لانه قيمته كم يا جماعه؟ 124 اقل تكلفه. يعني بحقيقي اقل تكلفه ممكنه انا بختار المصنع الصغير. يعني اما اذا كانت المصفوفه تخفيض تكاليف فلذلك نختار اقل قيمه. واضح يا جماعه؟ واضح. هذه نذهب الى اللي بعدها مباشره، ولا في حد ما وضحت عنده؟ كلكم واضح عندكم؟ يعني سهله جدا جدا، ما عليك الا ان ما فهمت. هيا قالت ما فهمت جدا يا هيا. طيب خلوا بالكم دكتور، كيف اعرف انها تحقيق ارباح؟ ايوه، او تحقيق ارباح او تخفيض. هنا تعرفيها كيف يا نهى؟ تحقيق ارباح. ولذلك هنا المدير عاوز ايه؟ يرغب مدير مصنع في تقييم 3 بدائل للتوسع، يعني التوسع معناه ايه يا جماعه؟ زياده للتوسع
في نشاطات الإنتاجية أو جزيل إنتاجه، فهذه هنا أرباح. أما إذا قال لنا المدير عاوز يخفض، بتكون موجودة يا جماعة، المدير عاوز يخفض تكاليفه، فلذلك بتكون أيضا موجودة. تخفيض التكاليف بتكون مكتوبة في المحصى، وتعظيم الأرباح بتكون موجودة. فلذلك أنا ما بجيب لكم محصى زي هذا، أنا ما بجيب لكم يعني كلام سيولي زي هذا، اللي بجيب لكم جدول مباشرة، وبكتب لك هنا هذه المصفوفة هي مثلا يعني تعظيم أرباح أو تخفيض تكاليف. أوكي، هذه المصفوفة تعظيم أرباح أو تخفيض تكاليف. نشوف نشوف يعني اعتمد على يعني ملخص خيال يمكن يكون يعني كويس ما بطال، وملخص المها ايضا ما بطال يا جماعه. الاثنين هما اجتهادات طلاب، ويعني ملخص خيال فيه يعني خطا بسيط بوريكم اياه ان شاء الله في البرمجه الخطيه تقريبا في سيمبليكس، وايضا عندنا في الرسم البياني، لا الرسم البياني ما فيه شيء، في خطا ايضا في النقل والتخصيص. اما خيال اما ملخص المها ما فيه خطا، لكن تمارين النقل والتخصيص ما موجوده. يمكن تخلينا النقل والتخصيص نشيله من ملخص خيال، ما في مشكله، الملخصين ممتازين. الشرائح اللي بشرح منها كافيه، وتقريبا في طالبه اسمها فردوس العقيلي جزاها الله خير نزلت لنا هذه الشرائح بتاعه الترم السابق، وانا ايضا نزلت لكم نفسي هذه الشرائح، بس فيها مقدمه بسيطه عن بحوث العمليات، في مقدمه بسيطه عن بحوث العمليات في الشيء اللي انا نزلته انا، فراجعوا هذه الملخصات وما فيها شيء. يعني الشيء اللي انا بشرحه لكم الان، الشيء اللي انا بشرحه لكم الان لا ازيد عليه ولا انقص، يعني ما بزيد، يعني ما اجيب لكم من عندي، يعني ما اجيب لكم شيء من عندي او من يعني شيء انا ما درستكم اياه او ما رايتوه في هذه السبوره ما بيجيكم ابدا. اوكي، يعني حاجه ما تجيكم شيء خارج المغرب او غير مباشر انا ما اجيب لكم يا جماعه. فاجيب لكم نفس الاشياء اللي انا درستكم اياها، بس يمكن تكون تتغير تتغير في الارقام. يعني مثلا هذه البدائل او هذه النتائج يمكن مثلا الارقام تتغير. فلذلك انت ما عليك الا ان تضرب وتضرب النتائج في احتمالات حراره الطبيعه. احتمالات حراره الطبيعه ثابته، وجزاكم الله خير ايضا يا اخوتي. طيب هنا هذه المصفوفة يا جماعة تعظيم أرباح، هذه المصفوفة تعظيم أرباح، وأنا عندي المدير عنده ثلاثة بدائل، مصنع صغير ومصنع وسط ومصنع كبير، عاوز يختار البديل الأفضل، عاوز يختار بديل أفضل يحمل له أرباح من هذه البدائل، ثلاثة بدائل، مصنع صغير ومصنع وسط ومصنع كبير، هو عنده مصنع لكن عاوز ينشئ مصنع آخر، فهل ينشئ مصنع صغير أو مصنع وسط أو مصنع كبير؟ فلذلك الأشياء هذه معطى، المقدمة مطلوبة، يمكن نقول نحن المقدمة مطلوبة شيء بسيط، المقدمة يعني بسيطة جدا جدا، هي نفس الأشياء الموجودة عندنا في ملخص خيال أو ملخص المها، لكن فيها تعريف بحوث العمليات، وفيها يعني المجالات اللي نحن نستخدم فيها بحوث العمليات، حاجة بسيطة جدا جدا، وبتجينا يا جماعة بعدين في الخيارات والصح والخطأ، كل هذا الاختبار بعدين خيارات وصح وخطأ. يعني يمكن احنا نمر عليها مرور الكرام يا عائشة. طيب عندنا نتائج موجودة يا جماعة معطى، فانت ما عليك الا ان تمسك البديل الاول اللي هو مصنع صغير، النتائج بتاعته 100 و190 و70، ما عليك الا ان تضربه في احتمالات حرارة الطبيعة اللي هي 40% و35% و25%، ده تمسك نتائج المصنع الصغير اللي هو 100 ضرب 40% زائد 190 ضرب 35% زائد 70 ضرب 25%، خط الناتج 100 تقريبا، الناتج بتاعه 124
تمسك ايضا المصنع الوسط 200 ضرب 40% زائدا 100 ضرب 35% زائد 90 ضرب 25%، الناتج بتاعنا يا جماعه تقريبا 137.5. تمسك ايضا المصنع الكبير 300 ضرب 40% زائد 80 ضرب 35% زائد 100 ضرب 35% او 25% اللي هو تقريبا 173، اللي هي نفس الشيء داخل الاغواش تضرب حتى بعد ذلك تجمع، تجيب حافظ الضرب اولا حتى بعد ذلك تجمع الكميات. فبتختار هنا القرار الامثل هو اختيار المصنع الكبير لانه يحقق لنا يا جماعه اعلى قيمه وهي 173 دولار او ريال، لان المصفوفه ارباح. اما اذا كانت المصفوفه تخفيض تكاليف فلذلك نختار اقل قيمه. وانا قلت لكم اذا كان المصفوفه ارباح فاكتب لكم فوق الجدول هذه المصفوفه مصفوفه ارباح، واما اذا كانت تخفيض تكاليف بكتب لكم المصفوفه تخفيض تكاليف. طيب هنا يا جماعه مدير المصنع قام اختار لنا يا جماعه نتائج المصنع الصغير كلها وضربه في احتمالات حالات طبيعه، ومسك ايضا نتائج المصنع الوسط ومسك ايضا نتائج المصنع الكبير وقام بضرب هذه الاشياء. طيب هنا قال هنا المدير ابسط يعني هذه الطريقه اللي هي طريقه الفرصه الضايعه طريقه اللهم صل على سيدنا محمد القيمه النقديه المتوقعه يعني قالوا مفترض تكون في فرصه ضايعه حساب طريقه الفرصه الضايعه المتوقعه اللي هي بيقول عليها اي او ال اكسبكتد اوبورتونيتي لوست اللي هي فرصه ضايعه متوقعه، يعني فيها تعرف بانها مقدار الندم الناتج عن اختيار البديل الافضل لكل عمود في المصفوفه، البديل الافضل او النتيجه الافضل لكل عمود في المصفوفه. خلوا بالكم كيف البديل الافضل؟ هنا قالوا يعني هذه الطريقه بدلا من ان تكون يعني يختاروا يشوف العمود الاول، هذا عمود يا جماعه العمود الاول بيشوفوا اكبر رقم اكبر رقم اللي هو 300 الفرصه الضايعه المتوقعه، ونذهب ايضا للعمود الثاني نختار فيه ايه اكبر رقم اللي هو كم 190، ونذهب الى العمود الثالث نختار اكبر رقم اللي هو 100. صح يا جماعه؟ يعني لاحظنا العمود هذا اللي هو 100 و200 و300 اكبر رقم هو 300، نمشي لحالة الطبيعة الثانية أكبر رقم فيها اللي هو 190 أكبر من 100 وأكبر من 80، الحالة الطبيعة الثالثة اللي هو أكبر رقم أو أكبر ناتج هو 100. فلذلك بنعمل هكذا الفرصة الضايعة المتوقعة، قالوا نختار هذا الناتج أو البديل ونقوم نطرح من نفسه 300 نطرحها من نفسها ومن بقية الأرقام الموجودة، يعني لو قلنا 300 طرح 300 كم يا جماعة تبقى؟ 300 طرح 300 300 لما نطرح منها 300 تبقى لنا صفر، طيب نفس الصفر هنا صفر، و 300 طرح 200 تبقى لنا كم يا جماعة؟ 300 لما ناخذ منها 200 تبقى لنا 100 310، تبقى لنا كم؟ 100. طيب 300 لما تطرح منها 100 تبقى لنا كم يا جماعه؟ 200، يعني حيصير عندنا ارقام جديده بدل القديمه اللي هي 0 و100 و200 في العمود الاول اللي هي 200 و100 و0. نذهب الى العمود الثاني اللي هو يا جماعه 190 طرح 190 كم؟ صفر، صح؟ طيب 190 طرح 100 تبقى كم؟ 90، ممتازين. ونشوف ايضا يا جماعه 190 طرح 80
اللي هي كم يا جماعة تبقى؟ 110. 110 نعم، 110. فالأرقام الجديدة اللي تحولت في هذا العمود اللي هي 0 و90 و110، صح؟ نذهب مباشرة إلى العمود الثالث اللي هو أكبر رقم يا جماعة كم؟ 100. 100 طرح 100 0. خليكم معي خطوة خطوة. و 100 لما تطرح منها 90 10، و 100 لما تطرح منها 70 تبقى لنا كم يا جماعة؟ 30. ممتازين. فالأرقام الجديدة اللي جاءت عندنا في العمود الثالث اللي هي 30 و10 و0. هنا إذا رجعنا إلى البديل الأول، الأرقام الجديدة هي 200 و0 و30، صح؟ 200 و0 و30 اللي في الصف بتاعه. والمصنع الوسط اللي هو الأرقام الجديدة اللي تبدلت 190 و10. الأرقام الجديدة للمصنع الكبير اللي هو 0 و110 و0. هنا قال لك في الفرصة الضائعة المتوقعة، يعني تختار أكبر رقم لكل عمود تطرح من نفسه ومن بقية الأرقام. النتائج جاءتنا جديدة تقوم زي ما عملت في طريقة الفرصة الضائعة المتوقعة. تمسك مصنع صغير اللي هو يقول 200 ضرب 40% زائد 0 ضرب 35% زائد 30 ضرب 25%. ثانيا تمسك المصنع الوسط تقول 200 ضرب 40% 100 ضرب 40% خليكم معايا يا جماعة زائد 90 ضرب 35% زائد 10 ضرب 25%. الأرقام الجديدة نفس المصنع الكبير اللي هو 0 ضرب 40% زائد 110 ضرب 35% زائد 0 ضرب 25%. فلذلك في الفرصة الضايعة المتوقعة، يعني إذا كانت المقصودة أرباح نختار البديل الأفضل لكل عمود، أعلى رقم نطرح من نفسه ومن بقية الأرقام في العمود. أما إذا كانت المقصودة تكاليف نختار البديل الأقل لكل عمود، أقل رقم نطرحه من نفسه ومن بقية الأرقام في العمود. نقوم بوضع نتائج الحالتين بجدول جديد، يعني نحط الأرقام هذه هي ده الجدول حيجينا معكم بالشكل اللي ده. احنا لو عملنا العمليه مثلنا 300 طرحناها من نفسها ومن بقيه الارقام، و190 لو طرحناها من نفسها ومن بقيه الارقام الموجوده، و100 في العمود الثالث لما طرحناها من نفسها ومن بقيه الارقام، ايش اللي صار لنا جديد يا جماعه؟ هذه هي الارقام الجديده، صارت هكذا. فما عليك الا ان تقوم تمسك المصنع الصغير زي ما عملنا هذه الخطوة في اللهم صل على سيدنا محمد القيمة النقدية المتوقعة. فبتقوم ما عليك إلا أن تمسك نتائج المصنع الثقيل اللي هي 200 و0 و30، تقول 200 ضرب 40% زائد 0 ضرب 35% زائد 30 ضرب 25%. الناتج بتاعنا كم يا جماعة؟ اللي هو 87.5. أعيد إن شاء الله، هأعيد إن شاء الله يا مدريد. نفهم مباشرة أيضا للمصنع الوسط اللي هو النتائج بتاعته 190 و10. بتقوم تقول 100 ضرب 40% زائد 90 ضرب 35% زائد 10 ضرب 25%. الناتج بتاعنا كم أتى يا جماعة؟ اللي هو 74 ريال أو 74 دولار. مصنع كبير اللي هو 0 ضرب 40% زائد 110 ضرب 35% زائد 0 ضرب 25%. ما عليك الا ان تضرب النتائج في احتمالات حرام الطبيعه، والناتج بتاعنا كم يا جماعه جاء في المصنع الكبير اللي هو 38.5. قالوا هنا يا جماعه نختار اقل قيمه، نختار اقل قيمه موجوده وهي مصنع كبير، لانه ما له يا جماعه بيخلينا ناسف اقل اسف، أو نندم أقل ندم، أو نخسر أقل خسارة. فلذلك في الحالتين إذا كان جانا سؤال أحسب الفرصة، أحسب القيمة النقدية المتوقعة ثم أحسب الفرصة الضائعة المتوقعة، فلذلك لا بد أن يكون البديل هو واحد في الحالتين. يعني إذا جانا مثلا تمرين وقال لك أحسب الفرصة الضائعة، احسب القيمة النقدية المتوقعة اولا. في القيمة النقدية المتوقعة انت ما عليك الا ان تضرب النتائج في احتمالات حرارة الطبيعة.
الناتج بتاعك تختار البديل الافضل بحيث لك ارباح. اما اذا قال لك احسب الفرصه الضائعه المتوقعه تختار اكبر ندر لكل اكبر رقم لكل بديل تطرح من نفسه من بقيه الارقام وتقوم بضرب ضربه في احتمالات حراره الطبيعه وتختار البديل الذي يقابله اقل رقم او اقل يعني ندم او اقل اسف. يعني ندم هو الاسف. فكل شخص يا جماعه بيحب يعني يخسر اقل خساره او يأسف اقل اسف. فعشان الندم ما يكون كبير فبيقوم يختار اقل رقم يعني يحقق لنا اقل تكلفه او اقل اللهم صل على سيدنا محمد اسف موجود. طيب اعيد ثاني اعيد مباشره هنا نفس المثال السابق لكن المدير نحن قالوا عاوز يتوسع في نشاطاتي لكن قال لك احسب لي الفرصه الضائعه المتوقعه. الفرصه الضائعه المتوقعه هنا الفرصه الضائعه المتوقعه اولا يا جماعه هذه الارقام هي كل هذه النتائج انا بعطيك لها معطى موجوده ما تفتش لها ولا تجيب رقم من راسك موجوده. اذا قال القيمه النقديه المتوقعه تقوم مباشره بضرب هذه النتائج في احتمالات حراره الطبيعه مباشره تقوم بضرب هذه النتائج يعني من دون ان تطرح او ما تطرح شيء لا تختار اكبر رقم بس تضرب النتائج في احتمالات حراره الطبيعه اللي هي 100 ضرب 45% للمصنع الطبيعي وتمسك ايضا 90 ضرب 35 و 70 ضرب 25 وهكذا في البدائل الاخرى. لكن هنا قال لنا يا جماعه احنا عاوزين الفرصه الضائعه المتوقعه الشيء اللي بيخلينا ناسف اقل اسف. طيب قالوا هنا تختار طوالي لما تقول لك الفرصه الضائعه المتوقعه تختار اكبر رقم لكل عمود اكبر رقم في كل عمود تمشي الحاله الطبيعه الاولى حاله الطبيعه الاولى اللي هي فيها الارقام اكبر رقم كم يا جماعه؟ اكبر رقم هو 300 ها؟ تطرح من نفسه ومن بقيه الارقام في العمود تطرح من نفسه ومن بقيه الارقام في العمود اولا قبل ان تجري عمليه الضرب فبتقول 300 طرح 300 يساوي صفر 300 طرح 200 يساوي كم يا جماعه؟ 100 300 طرح 100 تبقى لنا 200 ايضا تمشي ال 190 اللي هو اكبر رقم في العمود الثاني تطرح من نفسه ومن بقيه الارقام 190 طرح 190 تبقى لنا صفر 190 طرح 100 تبقى لنا 90 190 طرح 80 تبقى لنا 110 تذهب مباشرة إلى العمود الثالث حالة الطبيعة الثالثة اللي هو أكبر رقم 100 تطرح من نفسه 100 طرح 100 صفر و100 طرح 90 10 و100 طرح 70 اللي هي كم يا جماعة 30 تخط هذه الأرقام بهذه الطريقة اللي هي 200 و100 وصفر صفر و90 و110 30 و10 وصفر يلا مباشرة تكون تمسك المصنع التغيير للارقام الجديده بتاعته تضرب النتائج في احتمال حراره طبيعه غير يعني الطريقه اللي حسبنا بها القيمه النقديه المتوقعه وتكون تختار اقل او البديل اللي بيقابله اقل ندم او اقل رقم اوكي واللي هو المصنع الكبير. يعني اذا جانا سؤال قال لك احسب القيمه النقديه المتوقعه والفرصة الضائعة المتوقعة فلذلك يا جماعة هو بديل هو نفس البديل لا يتغير أبدا. يعني إذا كان البديل اللي نحن مختاره مصنع كبير فلذلك أيضا في الفرصة الضائعة المتوقعة حيكون إيه؟ حيكون يعني المصنع الكبير بنفس الطريقة. أوكي شباب في المثال أيوه نأخذ أغل نأخذ أولا قبل أن تضرب أو قبل أن تضرب يا نهى تأخذ أكبر رقم تطرحيه من نفس بقية الأرقام ولما تجري عملية الضرب طوال تختاري أقل رقم. نعم يا فدوى مالك ما فهمت وإيش الشيء اللي ما فهمتيه؟
ما هو الشيء اللي وين واقف انت؟ اول اقول اضرب، نعم اول شيء. خلي بالك خلي بالك معي يا فدوى، ما لا تلخبطي. خلي بالك، اول شيء في القيمه، نحن ما عندنا يا جماعه، عندنا الان حالتين. عندنا الفرصه الضائعه على القيمه النقديه المتوقعه، هذه هي القيمه النقديه المتوقعه. يعني المثال ده قال لك المدير انه ثلاثه بدائل، اللي هو المصنع الصغير والمصنع المتوسط والمصنع الكبير، عاوز يتوسع في نشاطاته، واعطوه هذه البدائل اللي هي بتجيب معطى في هذا الجدول. يا جماعه النتائج بتاعتنا الموجوده اللي هي للمصنع الصغير 100 و190 و70، فطوالي تاخذ النتائج بتاعته وتضربها في احتمالات على الطبيعه، فبتقول 100 ضرب 40% زائد 190 ضرب 35% زائد 70 ضرب 25% ده للمصنع ايه؟ الصغير. الناتج بتاعنا كم يا جماعه؟ 124. ايضا تمسك المصنع الوسط تضرب مباشره في احتمالات حاله الطبيعه، تضرب وتضيف يعني احتمالات حاله الطبيعه. تمسك المصنع الصغير تضرب وتضيف، تختار البديل اللي بيقابل لك اكبر رقم او حق لين اكبر ربح، وهو المصنع الكبير. طيب للفرصه الضائعه المتوقعه، احنا بنختار اكبر رقم، ها بيقوم يطرح بنفسه ومن بقيه الارقام. ليه؟ لان قالوا هي نحن مضطرب نختار اكبر بديل او اكبر رقم. ليش يعني؟ دي بتذكرنا يا جماعه اذا كان انتم درستوا مشتريات ومخازن في المناقصات، فبتختار يعني الشيء اللي بيخفض لك التكاليف، او الشركه او الارقام الاقل. يعني انا عندي داير اشتري، فلذلك بختار الشركه اللي بتقدم لي اقل سعر او بتحمل لي اقل تكاليف، فدي بقول عليها الفرصه الضائعه المتوقعه. يعني في فرصه ضائعه كانت تكون متوقعه، في فرصه ضائعه ومتوقعه، فلذلك نحن بنختار اكبر رقم لكل عمود، نطرح من نفسه بقيه الارقام وبتجينا ارقام جديده. فلذلك نمسك نفس الشيء اللي عملناه في القيمه النقديه المتوقعه، نطرح نضرب ونجمع ونشوف نختار ايه اقل رقم ممكن. اوكي، نختار اقل رقم اللي هو 38.5، هو نفس البديل. فلذلك ملحوظه، اذا اقل قيمه واقل ندب يكون عندنا هو المصنع الكبير، الناتج بتاعه 38.5. ملحوظه، اذا جاء سؤال احسب القيمه النقديه المتوقعه وقيمه الفرصه او القيمه قيمه الفرصه الضائعه المتوقعه، الجواب سوف يكون نفس المصنع للحالتين او نفس البديل للحالتين مع اختلاف النتائج. فلذلك يعني اختلاف النتائج في القيمه النقديه المتوقعه بنختار طبعا النتيجه بتكون اكبر، في الفرصه الضائعه المتوقعه هو نفس البديل لكن بيكون اقل رقم او اقل اسف. فاذا كان الجواب بطريقه القيمه النقديه المتوقعه مصنع كبير، يجب ان يكون الجواب في قيمه الفرصه الضائعه هو نفس المصنع مصنع كبير. وضحت؟ وضحت ولا ما وضحت؟ عشان نمشي مباشره الى المثال الثالث، واللي هو يعني بيئة اتخاذ القرار، اللي هو بيقول عليها يا جماعة حالة عدم التأكد، حالة عدم التأكد. اوكي، اللي هي عندنا عدم التأكد. يعني قلنا يا جماعة في حالة عدم التأكد يعني بتكون احتمال الطبيعة اللي هي 40% و35% و25% قالوا يا جماعة ما بتكون موجودة أو ما معطاة. يعني بدينا نفس هذا المعطى، مثلا بيجيك نفس هذا الجدول لكن هذه يعني ما موجودة، يعني نفس هذا الجدول لكن هذه ما موجودة، ما معروفة. يعني ما معروف هذا المنتج يحقق أرباح ما يحققه، يعني كثر أمثلة علشان ترسخ المعلومة. أوكي إن شاء الله أنا هجيب لكم في تقارير، هديكم أمثلة مختلفة.
عن هذه الطريقة، بديكم لها تكليف، وأيضا التكليف أضع لكم في مكان التكليفات، وأضع لكم أيضا في المنتديات عشان كلنا نستفيد منه ونقوم. لا توجد احتمالات لحصر. أيوة، لا توجد احتمالات يا هيا لاحتراف الطريقة. وأقوم نحل أولا في التكليف، أعطيكم له أسبوع، فترة أسبوع تحلوه مع نحله، وبعد ذلك أضع لكم في المنتدى ونقوم نحله عشان نتأكد من حلنا، نحله جماعيا إن شاء الله. الوقت مفتوح إن شاء الله، الدخول للتكليف هيكون مفتوح، ما في مشكلة إن شاء الله يكون مفتوح. فننتقل مباشرة إلى هذه الطريقة اللي هي يا جماعة حالة عدم التأكد. قلنا يا جماعة خلوا بالكم معاي، في حالة التأكد التام، يعني قلنا يعني حالة احتمال حالة الطبيعة ثلاثة، حالة التأكد التام هنا أنا لا بيعطيني معطى، المعطيات موجودة ومعروفة وأنا ربحي معروف، فلذلك بختار إيه البديل اللي بختار هذا البديل وبنفذه مباشرة. أما في حالة المخاطرة كل المعلومات واحتمالات حالة الطبيعة موجودة، زي ما أنا الآن عملنا القيمة النقدية المتوقعة، فلذلك ما يا جماعة بختار البديل الأفضل. أما في حالة عدم التأكد قلنا يا جماعة تخضع علينا إلى بتخضع اللهم صل على سيدنا محمد إلى خمسة بدائل أو خمسة طرق نحل هذه الطرق، بخمس طرق. قال ما يميز المخاطر عن عدم التأكد أنه في حالة المخاطر الاحتمالات تكون لدينا معروفة أو موصلة بسؤال. طيب في هذه الحالة نلجأ إلى الحل بعدة طرق، اللي هي طريقة لا بلاس، وطريقة ماكسيمات اللي هي المتفائل، وطريقة ماكسيمين اللي هي المتشائم، وطريقة نورويز الواقعية أو المعاملات بيطلق عليها أيضا، وطريقة أكبر مدد لكل بديل. فبس ناخذ لنا إن شاء الله استراحة خمس دقائق، خمس دقائق فقط نشرب لنا فيها قهوة، ونجي نواصل إن شاء الله نفس هذا اللقاء. بس أنا هأخذ وأدخل ثاني، هأخذ وأدخل ثاني إن شاء الله 10 دقائق كده، ونجي نواصل هذا المثال عشان نأخذ استراحة بسيطة. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هجيكم إن شاء الله الآن 10 دقائق وأدخل عليكم إن شاء الله.